رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول في خاطرة هذا اليوم ونحن نستعد لرمضان، لهذا الشهر العظيم، شهر القرآن وشهر الأخلاق الفاضلة وشهر التوبة النصوح وشهر الإقبال على الله عز وجل، لنتكلم على موضوع من أهم المواضيع التي تهم المسلم، ألا وهو موضوع علاقة الأخلاق بالدين. فقد شرع الله عز وجل عباداته العظيمة والأركان التي هي أساس هذا الدين من صلاة وصيام وزكاة وحج، كلها شرعها الله تعالى من أجل اكتساب الأخلاق الفاضلة التي تحبب الله عز وجل، تحبب الله عز وجل العباد. وقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ورب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على هذا الخلق الرفيع مكارم الأخلاق، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والأخلاق الحسنة هي الأخلاق الفاضلة المرضية التي تبعث صاحبها على فعل مكارم الأخلاق والابتعاد عن مساوئ الأخلاق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقربكم مني منازل، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقد قسم الله عز وجل بيننا أخلاقنا كما قسم بيننا أرزاقنا. وإن المسلم ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم، القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر. وقد جعل الله عز وجل حسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. ومن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين. وإذا نظرنا إلى هذه العبادات العظيمة الكبيرة، الصلاة مثلا، إنما شرعت من أجل أن تتربى أخلاقنا وأن تتهذب نفوسنا. فقد قال الله عز وجل في الحكمة من تشريع الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الأثر أنه من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. وفي الزكاة شرعها الله عز وجل من أجل أن تتطهر هذه النفوس من شحها ورذائلها وحرصها وبخلها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصيام إنما شرع أيضا من أجل تهذيب الأخلاق وتنقية النفوس من الشوائب التي تكدر صفوها. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأول مراتب حسن الخلق أن تتهذب أخلاقنا تجاه ربنا جل جلاله. ولذلك يقول محمد مولود في مطهرة القلوب: فأدب مع الله علا وجلا بأن تلازم الحياة والذل منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا ملغي مرادك إلى مراده خال من الطمع في عباده مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه. أول مراتب حسن الخلق أن تتهذب أخلاقنا تجاه ربنا ونتأدب معه جل وجلاله، ونكون مستعدين لتطبيق شرعه،
متأدبين بالآداب التي أدبنا بها، متخلقين بالأخلاق التي يرضى بها عنا. ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقتضي أن نصدق خبره وأن نقتفي أثره وأن نبادر لتصديق خبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا نرفع الصوت بحضرته ولا بحضرة حديثه ولا بحضرة كتاب ربنا جل جلاله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أما أخلاقنا تجاه بعضنا لبعض فهي منضبطة بمجموعة من الضوابط بيّنها سلفنا الصالح. هذا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول: من رضي عنه جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فقد كان ذا خلق حسن. إذا رضي عنك جيرانك في الحضر، لأن جار الحضر لا يتنقل، ليس كمثل جار البادية الذي يمكنه أن تنتقل عنه وينتقل عنك. إذا رضي عنك جيرانك في الحضر ورفقاؤك في السفر، لأن في السفر تظهر كثير من المعادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ورفقاؤك في السفر، لأنه في السفر تظهر الطبائع التي ربما كانت مستترة. ومعاملوك في الأسواق، كنت تفير الناس وكنت تعاملهم معاملة حسنة، تقتضي من عندهم بأحسن الأخلاق، تعاملهم، لا تماسكهم، لا تماكسهم، لا تحاول أخذ أشيائهم بغير طيب نفس، تفي لهم أحسن الوفاء، تقتضي منهم بأحسن الاقتضاء. فإذا اجتمعت لك هذه الخصال فأنت ذا خلق حسن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ورزقني وإياكم أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تبارك وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول في خاطرة هذا اليوم ونحن نستعد لرمضان، لهذا الشهر العظيم، شهر القرآن وشهر الأخلاق الفاضلة وشهر التوبة النصوح وشهر الإقبال على الله عز وجل، لنتكلم على موضوع من أهم المواضيع التي تهم المسلم، ألا وهو موضوع علاقة الأخلاق بالدين. فقد شرع الله عز وجل عباداته العظيمة والأركان التي هي أساس هذا الدين، من صلاة وصيام وزكاة وحج، كلها شرعها الله تعالى من أجل اكتساب الأخلاق الفاضلة التي تحبب الله عز وجل، تحبب الله عز وجل العباد. وقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ورب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على هذا الخلق الرفيع، مكارم الأخلاق، فقال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والأخلاق الحسنة هي الأخلاق الفاضلة المرضية التي تبعث صاحبها على فعل مكارم الأخلاق والابتعاد عن مساوئ الأخلاق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: إن أقربكم مني منازلا، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقد قسم الله عز وجل بيننا أخلاقنا كما قسم بيننا أرزاقنا. وإن المسلم ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم، القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر. وقد جعل الله عز وجل حسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. ومن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين. وإذا نظرنا إلى هذه العبادات العظيمة الكبيرة، الصلاة مثلا، إنما شرعت من أجل أن تتربى أخلاقنا وأن تتهذب نفوسنا. فقد قال الله عز وجل في الحكمة من تشريع الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الأثر أنه من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. وفي الزكاة شرعها الله عز وجل من أجل أن تتطهر هذه النفوس من شحها ورذائلها وحرصها وبخلها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصيام إنما شرع أيضا من أجل تهذيب الأخلاق وتنقية النفوس من الشوائب التي تكدر صفوها. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأول مراتب حسن الخلق أن تتهذب أخلاقنا تجاه ربنا جل جلاله. ولذلك يقول محمد مولود في مطهرة القلوب: فأدب مع الله علا وجلا بأن تلازم الحياة والذل منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا ملغي مرادك إلى مراده خال من الطمع في عباده مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه. أول مراتب حسن الخلق أن تتهذب أخلاقنا تجاه ربنا ونتأدب معه جل وجلاله ونكون مستعدين لتطبيق شرعه، متأدبين بالآداب التي أدبنا بها، متخلقين بالأخلاق التي يرضى بها عنا. ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقتضي أن نصدق خبره وأن نقتفي أثره وأن نبادر لتصديق خبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا نرفع الصوت بحضرته ولا بحضرة حديثه ولا بحضرة كتاب ربنا جل جلاله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أما أخلاقنا تجاه بعضنا لبعض فهي منضبطة بمجموعة من الضوابط بيّنها سلفنا الصالح. هذا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول: من رضي عنه جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فقد كان ذا خلق حسن. إذا رضي عنك جيرانك في الحضر، لأن جار الحضري لا يتنقل، ليس كمثل جار البادية الذي يمكنه أن تنتقل عنه وينتقل عنك. إذا رضي عنك جيرانك في الحضر ورفقاؤك في السفر، لأن في السفر تظهر كثير من المعادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ورفقاؤك في السفر، لأنه في السفر تظهر الطبائع التي ربما كانت مستترة. ومعاملوك في الأسواق، كنت تفير الناس وكنت تعاملهم معاملة حسنة، تقتضي من عندهم بأحسن الأخلاق، تعاملهم لا تماسكهم لا تماكسهم، لا تحاول أخذ
أشيائهم بغير طيب نفس، تفي لهم أحسن الوفاء، تقتضي منهم بأحسن الاقتضاء. فإذا اجتمعت لك هذه الخصال فأنت ذا خلق حسن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ورزقني وإياكم أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم في جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. هذه الخواطر التي دأبت جمعية المستقبل على أن تتحفكم بها في كل رمضان، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. نتحدث في هذه الخاطرة عن برنامج عملي يقوم به الإنسان في رمضان ليستفيد من هذا الموسم العظيم. لا شك أن رمضان نفحة من نفحات الكريم سبحانه وتعالى، موسم للعتق من النار، موسم لدخول الجنة، موسم للتعلق بالله تعالى، موسم للتغيير. فكيف نستفيد من رمضان؟ لا بد أن يطرح كل أحد منا لنفسه برنامجا عباديا يقوم به في رمضان. أقترح أن يكون هذا البرنامج يتمركز في أربعة محاور. المحور الأول القرآن، القرآن القرآن، فشهر رمضان شهر القرآن. الله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا القرآن ينبغي أن نضع معه برنامجا عمليا، أقله أن نقرأ جزءا، كل واحد منا يقرأ جزءا، أي بمعدل ختمة في رمضان كاملا، وأعلاه خمسة أجزاء مثلا، أن نقرأ خمسة أجزاء أي عشرة أحزاب، بمعدل أن نختم القرآن في رمضان خمس مرات. الأمر الثاني مع القرآن هو أن آخذ آية أتدبرها، آخذ آية فقط أراجعها، ولتكن هذه الآية مثلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكل يوم آخذ آية أتدبرها، أقف مع معانيها، كما قال عبد الله بن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. الأمر الثالث في هذا المحور أي مع القرآن هو الاستماع إلى القرآن، الاستماع. وما أدراك ما قيمة الاستماع؟ فبشر عباد الذين يستمعون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأمر الثالث هو أن آخذ آية أعمل بها، لا أريد قراءتها ولا تدبرها، أريد تطبيقها. مثلا: وقولوا للناس حسنا، أطبق هذه الآية في هذا اليوم فلا أقول سوءا في هذا اليوم. مثلا: فاصبر صبرا جميلا، أصبر في هذا اليوم فلا أغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أعفو في هذا اليوم فلا أجهل على أحد. ولتكن علاقتنا بالقرآن في رمضان قوية، فأضع برنامجا عمليا للقرآن. المحور الثاني هو الصلاة والقيام، أحرص في رمضان أن أصلي بين اليوم والليلة 40 ركعة، كل يوم وليلة أصلي 40 ركعة، موزعة على النحو التالي: 17 ركعة من الفرائض، 11 ركعة في التراويح، وثنتي 10 ركعة في الرواتب النوافل. وهذا سأحصل به على 3 جوائز: الجائزة الأولى أن أؤدي فرض الصلاة والمقيمين الصلاة، والجائزة الثانية أن يغفر الله لي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والجائزة الثالثة أن أحصل على بيت في الجنة. من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا برنامج الصيام والقيام، وهذا شيء مهم جدا. هذا بمعدل 1200 ركعة طوال رمضان، بمعدل 2400 سجدة تسجدها لله في رمضان، كل سجدة يرفعك الله بها. فلنحرص على الفريضة أولا، ثم على التراويح،
ثم على هذه الرواتب. البرنامج المحور الثالث من هذا البرنامج العملي هو محور الدعاء. عندنا في رمضان 30 دعوة مستجابة، كل يوم هنالك دعوة مستجابة، أخذ ورقة وقلما أكتب الدعوة اليوم كذا، دعوة اليوم في اليوم الثاني كذا، في اليوم الثالث كذا، وقل أن يتم العام على هذه الدعوات إلا وقد استجيبت. لن يأتيك رمضان القادم إن شاء الله إلا وقد استجاب الله لك هذه الدعوات. الأمر الثاني في محور الدعاء هو أن نركز على ثلاثة أوقات. وقت الفطور، كثير من الناس وقت الفطور يشتغل بالنظر إلى التلفاز أو الأكل أو كذا، وينسى أن الآن وقت استجابة الدعاء للصائم دعوة لا ترد. الوقت الثاني الذي ينبغي أن نركز عليه بالدعاء هو وقت السحر. كثير من الناس يكون نائم أو يستيقظ فيأكل فينتهي الوقت دون أن يخصص 5 دقائق أو 10 دقائق للدعاء. الوقت الثالث هو وقت طلوع الشمس، ينبغي أن لا تطلع علينا شمس أيام رمضان ونحن نائمون ونحن غافلون. هذه أوقات فاضلة، أوقات مباركة يحرص الإنسان فيها. ثم الأمر الرابع في محور الدعاء أن أختار جوامع الدعاء من القرآن ومن السنة، وأنصح بثلاثة أدعية: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك إلى آخره، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي إلى آخره، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. المحور الرابع من هذا البرنامج العملي هو أبواب الخير، أتصدق، أفطر صائما، أصل رحما، أقدم خدمة منزلية، أجلس مع أهلي، أقدم شيئا لأسرتي، أتابع برنامجا، أنظر في موقع نافع، أبواب الخير المفتوحة أشارك فيها بأسهم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على هذا البرنامج وأكثر، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في رمضان. رمضان فرصة لا تتكرر، فالبدار البدار. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.